مديرة المدرسة الفاضلة السيدة مي قصوص المحترمة، رئيسة المرحلة الفاضلة نجوى الباي المحترمة، معلماتنا ومعلمين الأفاضل، أحبتنا وزملاؤنا طلب المرحلة من صف السادس إلى صف الثامن. أهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا العام عام مختلف نوعا ما، فمشاعرنا مختلطة وقلوبنا تتألم وتدمي لما يحدث داخل مدينة غزة، غزة الفلسطينية. شعب فلسطين مناضل نتضامن معه، نشعر ونحس بألمه. عيدكم عيدنا، فرحكم فرحنا، وألمكم ألمنا. كيف نحتفل وبيوتكم مدمرة، الركام فوق رؤوسكم يغطي أجسامكم. أحبتي، هذا العام قررنا الاحتفال بنشاط مسرحي غنائي مغاير بعيدا عن المألوف، رغبنا من خلاله الشعور معكم وبآلامكم الذي نشاهده منذ شهرين تقريبا. حملكم ثقيل، فكان الله بالعون لنصركم القريب ولعودة السعادة والأمل والحياة لوجوهكم. الغزالة البيضاء هي مدرسة عربية مفتردة، لكنها موجودة بينكم، بيننا وبينهم. رغبنا أن نقدمها لكم كما هي برسالتها الوطنية والتربوية. أهلا بكم جميعا، مع الضرورة الالتزام بالهدوء أثناء العرض. أعزائي المشاهدين، ننقل لكم آخر الأخبار ومن قلب الحدث ومع قناة دمرهم دمر. تم تفجير مدرسة الغزالة البيضاء ظهر هذا اليوم، وكما تشاهدون أعداد الضحايا كبيرة جدا، أغلب الضحايا هم من طلبة المدرسة ومعلميها. كما قامت قوات العدو بقصف العديد من المباني، الكنائس، المساجد، المستشفيات وحتى المدارس لم تسلم من القصف. الأعداد المتزايدة من الضحايا هي الأطفال. أخ ساعدوني ساعدوني، راسي إيش صار؟ وحش وحش، في صوت جاي من هاي الزاوية، بسرعة في حد عايش. ننتقل معكم لإنقاذ إحدى المصابين الذي ما زال يتنفس. أحفادي أحفادي، وين أحفادي؟ وين ابني؟ وين بنتي؟ الصبح جبتهم معي، وينهم؟ وين راحت المدرسة؟ عندك أولاد بالمدرسة يا عم؟ بنتي معلمة بالمدرسة وابني مدير المدرسة، وين راحت العمارة؟ كيف انهدت؟ وأحفادك؟ أحفادك كمان هون بالمدرسة؟ كم حفيد عندك؟ سبعة، عندي سبع أحفاد. أوسطهم اسمه جيفارا، أكبرهم ثائر في الضفّة.
أوسطهم اسمه جيفارا، أكبرهم ساحر في الضفة. يا كل العالم فلتعلم أطفال اليتم زرع الحقل ورودا حمراء. آخ ساعدوني ساعدوني مس وينك. آخ المشهد كتير صعب. آخ نعود معكم مع المصابة التي ما زالت تتنفس ولكن بصعوبة. هل بمتش بحفيدتي؟ بس مش حفيدتي، شو صار يا عمو؟ كيف انهدت المدرسة؟ الضبع فجر المدرسة، فجرها ونحن عم ندرس، كان عم بحس اللغة العربية مش شروق. مش شروق؟ هاي المعلمة بنتي اسمها شروق، انولدت مع شروق الشمس وسميتها شروق. عمو الحصة كانت كثير حلوة، سوف تسقطون، سوف ترحلون. آخ رجلي، آخ راسي، وين الطبع؟ وحش في كمان مصاب، بسرعة صور هون، وحش قرب أكتر. أنت منيح؟ هلا سمعت إسعاف تيجي. كمان مش حفيدي، راحوا الأولاد الكل استشهد. لماذا كنت تصرخ تسقطون وترحلون؟ تحمست كثيرا داخل الحصة، المعلمة شروق طلبت منا أن نلقي شعر، الشعر كان كتير حماسي. ليش سكتتي يا بنتي؟ كملي، أكيد رأسك مصاب. كنا بنمثل قصة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والمعلمة غيرت دور الثور الأبيض للغزالة، الغزالة البيضاء. حلو، ممتاز، كملوا باقي الأدوار. كان في دور الحصان الأسمر، ودور النمر الأحمر، ودور الضبع كان دور العدو. وكيف انهدت المدرسة؟ كيف حدث الانفجار؟ صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. جلوس أحبتي، اليوم سوف نلعب أدوارا مختلفة، سوف نمثل قصة الغزالة البيضاء. الغزالة التي يحاول الضبع أكلها وأكل جميع أصدقائها. لا نسمح له. ممتاز، جلوس. معلمتي، أنا بدور الضبع. أنت؟ شو مش عجبكم؟ لا. هجوم. انتظروا، مجموعة الشعراء أين هم؟ تستطيعون الوقوف بالخلف؟ هل حفظتم الشعر؟ نعم. ممتاز، ومجموعة الغناء أين هم؟ سوف أذهب لأخبرهم، صفهم قريب من صفنا. ممتاز، يستطيعون الوقوف بالخلف مع الشعراء، ما رأيكم؟ والآن أما العدو ورجاله يقفون هنا. والبواسل الذين يدافعون عن الأرض هنا. هيا يا رجال. حسناً حسناً، كفاكم كلاماً. من آكل أولاً، الحصان أم النمر أم الغزالة؟ أنت تعلم، لن نسمح لك بذلك. لن تسمحون؟ أنا الذي يسمح، أنا الذي يقرر، أنا الضبع الذي يخاف الجميع. فليهدأ الجميع، ومجموعة الشهداء هنا لو سمحتم. هيا فلنبدأ. هجوم هجوم. لن يقودنا لك المقاومة بعد اليوم. سنقضي عليكم جميعا، سنقضي على أطفالكم، لن يبقى شخص واحد بهذه المنطقة. هيا سنذهب للمنطقة الثانية، طلب أدرى جميعا هنا. يلا حبيبي يلا. الصواريخ من فوق لا تتراقص بعدة اتجاهات، يجب تدميرهم للمدينة التي بأكملها. نعم، أين هم؟ أين هم؟ يجب
انظر انظر جيدا، لا أحد منهم يتكلم ولا يسمعون، وحتى يعملون بجهد أن لا يرون. ذلك ليس من شأنك. ذلك شأننا نحن، وأنتم من يسكت، وأنتم من يرضى. انظر إليهم يتحدثون فيما بينهم، أمركم لا يعنيهم، سوف ترضخون لنا وتبقون تحت احتلالنا، سوف نأكلكم كما أكلنا الحصان الأسمر والنمر الأحمر والفهد والأسد. لن نسكت، لن نرضى، سوف تسقطون قريبا تركعون، من سماعنا تختفون، من أرضنا تركعون. لن نسكت أبدا، لن نرضى يا عدو ساذج أرعى، تسقطون تركعون، قريبا ترحلون، من قدسنا تنتهون. إخوتي أحبتي، سلامنا مقدس، دفاعنا يدرس لجيلنا المهمش، قريبا ترحلون، من أرضنا تذهبون. وطننا ينادي بأبناء الشباب، عربنا تعادي، شهيدنا القيادي، شهيدنا القيادي، تاريخه المشرف، نضاله المحمس، في قصفه المركز ولنصره المؤكد. فلسطين لن تكون الثورة الأبيضة، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فلسطين هي غزالة الوطن العربي البيضاء، هي أرض الأديان والسلام، إن كنتم لا تعلمون. ستقاوم ونقاوم معها حتى يشرق فجر فلسطين بنور يقضي على العدو الأرعن. فلسطين لن تكون غزالتكم البيضاء، لن تسقط لكم، لن ترضخ، نحن أمل الأجيال القادمة. نحن ثورة الغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عندنا انكتب تاريخ الأبطال. نحن ثورة الغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عندنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن، فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن، فرح الأطفال. نحن ثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عندنا انكتب تاريخ الأبطال. وما زال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يومنا هذا لتحرير الأرض.
كان معكم من قناة دمرهم دمر، فجرهم فجر، شهد العاقلة ووحش الدحدوح والجد اللي استشهدوا كل أحفاده.